كرة مع عويس. عويس دخوله نقطتين، برجع بعطي التقدم 9-2. مهند زون ديفنس 1-2-2. عم بيلعب فريق مستشفى الأردن. عم تقطع الكرة يا غمور وسرعة سكري توصل لسكري. فيصل فيصل وفي خطأ ضد مسلم. الآن عم بيستعد اللاعب عمر الشامي للدخول مكان عماد غنيم. سايد بول عويس وفي خطأ على نينو. رميتين للاعب رائد عويس، كان نجم فريق الوحدات في السابق. بسجل الرمي الأولى. بسجل الرمي الثانية. وسرقة الكرة من فادي يغمور. ودائما متعود فادي يغمور وبسجل نقطتين. القضاء كرة عند وسام. وسام على الميد رينج وبالباك بورد بسجل نقطتين. فيصل لسكري. سكري فيصل يغمور عويس فيصل فادي اوبن شوت ويا حرام ان اند اوت. والريباوند لمهند طلال. مهند للقضاء. القضاء تصويب الثلاثيه اير بول والكره عم بضربها نينو لفادي اغمور. والان دخول البشير مكان فيصل اللي عم بيعاني من وعكه صحيه. ألف سلامة عليه فيصل. كرة مع وسام. ما زالت الكرة مع الشامي للعيون. ضايل 9 ثواني. لف الكرة بشكل جميل. القضاء على الثلاثية عم بتضيع. مرة ثانية لساحلية. ساحلية على الميد رينج. عم بتضيع الكرة مع البشير. للسريع سكري. دخول وبشماله بسجل نقطتين. 15-4. قضاء للشامي. شامي لا وسام على الميد رينج وبسجل عمر شامي نقطتين. يا غمور يغمور لعويس. يغمور هنالك خطأ على اللاعب وسام ساحلية. خروج مسلم ودخول فادي عواد. هو نقطة قوة أسفل السلة فادي عواد. سكري لفادي يغمور. فادي تحت السلة عويس وبسجل نقطتين. 17-6. كرة مع توم. بشير يغمور زون ديفنس 2-1-2. سكري للبشير. فادي وبيسجل ايضا نقطتين. تايم اوت عم بيطلبه لكن 19-6. عم بيطلب المدرب زيد الخاص
تايم اوت نظرا للتقدم الكبير اللي عمله فريق مستشفى الاردن. انتهى زمن التايم اوت والان عم بيلعبوا بريس فول كورت فريق مستشفى الاردن، لكن عم بيكسروها بس بالتيرن اوفر عم تنكسر. كرة مع يغمور، يغمور للبشير، بشير لسكري، لا يغمور، تصويبة ثلاثية أكثر باللازم، والريباوند عند مهند طلال، مهند لا تو لقضاء، قضاء لا مهند، ساحلية، لكن الكرة ما زالت بحيازة فريق شامي للعيون، ساحلية لا مهند، مهند على الميد رينج عم بتضيع، والريباوند عند فريق مستشفى الاردن، عويس لا سكري ورميتين. الان استعداد دخول مسلم وفيصل نسور مكان مين؟ توقع مكان سكري ومكان فادي يغمور. لا مكان سكري ومكان عويس. رميتين ده مستشفى الاردن. الاولى خارج السله. الرمية الثانية داخل السلة. طويل العمر، تصويبة ثلاثية رائعة من القضاء، 20-9 زي ما حكينا. القضاء سجل المباراة الماضية 26 نقطة. البشير تصويبة ثلاثية لكن ما بيرد عليه، بترجع الكرة للقضاء مرة ثانية. القضاء لا ساحلية، مهند، مهند يا سلام، لكن في بلوك شوت وقطع الكرة بالقضاء للشامي، شامي لمهند طلال عم بتضيع، عمر عند ساحلية تصويبة ثلاثية عم بتضيع، كرة عند سكري لا البشير، واحد ضد أربعة عم بيحصل على خطأ ورميتين. الآن استعداد دخول لسبانخ. الرمية الأولى بالسلة من بشير،
احمد دكتور احمد البشير. الرمية الثانية ايضا ريباوند لغنيم، كرة مع القضاء، القضاء عند مهند، القضاء لوسام، وسام بالباك بورد لكن عم بتضيع من فادي عواد لفيصل. فيصل يا السلام على الباس يدرس يا فيصل، الاسيست ملك الاسيست ايام لاعب ولغايه الان 23-9. مهند عم بتضيع كره مع فيصل، تنقطع الكره الان، تبديل دخول سبانغ مكان مهند طلال. بشير لا فيصل لا بشير، تصويب ثلاثية. يا سلام ما أجمل هالأسيست، أسيست رائع. قطع الكرة لكن ترجع للقضاء، ساحلية شامي، القضاء مرة ثانية، تصويبه من سبانر عم بتضيع كرة مع بشير. أربع ثواني يعني شوط 10-10 لفريق مستشفى الأردن، عم بيعطيهم التقدم 25-9. هجوميا كانوا رائعين في ظل عدم توفيق فريق الشامي العيون، خاصة بالتصويبات من داخل ومن خارج القوس. والله رميتين للبشير، الرمية الأولى خارج السلة، الرمية الثانية للبشير عم بتضيع، والكرة مع غنيم لازم يشوت وبنتهي زمن الربع الأول بتقدم فريق مستشفى الأردن 25-9 للشامي للعيون. عودة لمتابعة الربع الثاني بين فريقي مستشفى الأردن وشامي العيون. كرة مع فادي عواد لفيصل، فيصل فيصل ليغمور، تصويب الثلاثية
لكن عم بتضيع والريباوند. يا سلام على الفاست بريك، لكن اوه محاولة رائعة من الشامي لكن عم بتضيع. كرة مع فيصل لفادي عواد، فادي تصويب الثلاثية وعم بسجل فادي عواد أولى نقاطه في اللقاء 28-9. كرة مع سبانخ للشامي للقضاء ساحلية عماد، عماد وبالباك بورد عم بسجل نقطتين. غمور يا السلام على الباس وعم بتضيع بشكل غريب من مسلم. ممتع اداء مستشفى الاردن صراحه، القضاء عم بتضيع والريباوند عند فادي عواد. لا يغمور يعني انانيه كانت من يغمور، كان المفروض يعطيها باس لفادي عواد. فيصل يا السلام يا فيصل ونقطتين لفادي عواد. اليوم لغاية الآن مباراة مسيطر عليها فريق مستشفى الأردن لغاية هاي اللحظات. القضاء غنيم تنقطع الكرة لا يغمور، يغمور فاول يا حكم. هاي شامي، شامي لساحلية عم بتضيع لكن ما زالت كرة مع شامي. وغنيم ورميتين لغنيم. خروج مسلم ودخول عويس. رميتين لعماد غنيم، رمي الاولى خارج السله. عم بتضيع والريباوند لعند فيصل لفادي. فيصل عويس ونقطتين، لف الكرة بشكل رائع. 32-11 ساحلية، ساحلية اوبن شوت عم بتضيع والريباوند عند غنيم اسفل السلة. تبديل دخول مهند وخروج القضاء. بشير الله بشكل استعراضي بسجل نقطتين بشير بالريفيرس لياب. ساحلية لا سبانخ، شامي مسافته مفضلة لكن عم بتضيع. ريباوند سبانخ على 3 بوينتس برضه عم بتضيع. الكرة مع يغمور، يغمور لفيصل، فيصل لا يغمور، فيصل مرة أخرى عويس عم بتضيع. الريباوند سبانخ لا ساحلية. مش معقول اللي عم بتضيع منهم الشامي اليوم. ورائعة أخيرا ثلاثية تكسر النحس اللي على السلة اللي عم بصير مع فريق شامي. 34-14 الفارق 20 نقطة. فيصل فادي عويس اوبن شوت وبدي يجيبها طبعا. اوبن شوت بتيجي ثلاثية 36-14. مهند غنيم، مهند عم بتضيع مش معقول.
متابعة بدون ريباوند لا يغمور. فادي يا السلام على السلسلة الهجومية اللي عملوها خماسي فريق مستشفى الأردن. 39-14 سبانن سبانن لوسام، وسام لمهند، مهند 3 بوينتس اخيرا عم بفك برضه النحس. مهند طلع رغم انه مصوب ممتاز لكن صار له مباراتين مش ظابطه معه. دخول فيصل لفادي يغمور، يغمور فادي عويس وثلاثية بيرد على مهند طلال. 42-17 سكور عالي لصالح فريق مستشفى الأردن. 42-17 سبانخ دخول، يا سلام بطريقة رائعة سبانخ عم بسجل نقطتين. 42-19 فيصل، فيصل برضه زون ديفنس 2-3 يغمور، فيصل عويس يعني ممسوك يا عويس، تصويبه مستعجله. شامي لسبانخ، سبانخ سبانخ ايضا دخول واند ون. برافو سبانخ، اربع نقاط متتاليه وعنده رميه اضافيه. خروج وسام ودخول نينو، خروج فيصل ودخول سكري، خروج مين، خروج مين، فادي عواد ودخول مسلم. رمية إضافية لسبانخ عم بتضيع. سلام عليك يا البشير احمد لعيب، هو وشقيقه محمد كانوا صانعين العاب النادي الاهلي. فادي ثلاثيه ضايعه، كره مع عماد، اوبن شوت نتيجة دبل سكور بالضبط. سكري لكن ستيل، مهند عم بيحسب تكنيكال فاول رغم اعتراض فريق شامل العيون انها خطا. رميه زائد حيازه لفريق مستشفى الاردن، عم بتضيع الرميه. كرة مع عويس، تصويب الثلاثية، مستعجل عويس اليوم. كرة مع يغمور لسكري، فيك رائع سكري لبشير لكن عم بتضيع، والريباوند
عمر الشامي اللي بتطور أدائه الصراحة قبل ما بل يعني بالأداء مدرينج وبسجل من المسافات المتوسطة بشكل رائع. إصافة ألف سلامة لفادي يغمور لان دخول اتمنى السلامة لفادي يغمور. اصابة طفيفة ان شاء الله. الكرة مع فيصل. فيصل لسكري. عويس ماسك شايط لكن بجيب. ثلاثية مصوب رائع عويس. 32 ثانية 45 23. حاول قطع الكرة. تصويبة لكن عم بتضيع. عويس 14 ثانية. سكري فيك. البشير تصويبة ثلاثية وبسجل أكيد. البشير 48 23. انتهى الربع الثاني بتقدم فريق مستشفى الأردن 48 مقابل 23. استراحة ثم نعود لمتابعة الربع الثالث والرابع. Thank you.
عودة أعزائي متابعين صفحة الأولد تايمرز لمتابعة ما تبقى من مباراة الشامي للعيون ومستشفى الأردن. الآن سبانغ يتمكن من تسجيل أول نقطتين في بداية الكوارتر الثالث. الكرة مع فادي عواد لكن ريباوند لمهند. إن شاء الله يقلبوا النتيجة اليوم شامي للعيون لأنه شفنا مباراة من طرف واحد بالكوارتر الأول والثاني. كرة مع غنيم دخول لكن عم بتضيع. كرة مع فادي عواد. فادي تيرن اوفر لنينو لقضاء. لقضاء فاول زمنيتين من مسلم ضد لقضاء. ألف سلام عليك. الرمية الأولى خارج السلة. الرمية الثانية خارج السلة لكن الريباوند عند عويس لسكري. سكري لفادي تصويبة ثلاثية بعيدة. الريباوند عند مهند. مهند مهند الدخول على السلة عم بتضيع. لا سكري لكن تيرن اوفر على مستشفى الأردن. كرة مع القضاء. برافو يا القضاء رائع الهسل. مهند ثلاثية عم بتضيع. فيصل فيصل سكري تصوير ثلاثية قصيرة. كرة مع القضاء والريباوند عند فيصل لسكري. سرعة سكري عم بتضيع والريباوند عند مسلم. سكري لفيصل. عويس تصويبة ثلاثية والريباوند وين؟ مع سكري لفادي. عويس فيصل يا سلام على الاسيست. يا سلام على السكور يا فيصل. 50-25 25 نقطة الفارق. مهند سبانخ لنينو قطع الكرة من فادي لفيصل. فيصل سكري سكري فادي عويس عم بتضيع. سبانغ عم بركض القضاء معه على الفاست بريك. سبانغ قطع الكرة من سبانغ. مهند تصويب الثلاثية وبسجل. مهند مسافة بعيدة 50-28 بنزل الفارق ل 22 نقطة. كرة مع فيصل. فادي دخول لكن عم بتضيع. مهند لنينو ثلاثية جديدة للقضاء. 31-50 بنزل ل 19 نقطة الفارق بعد ما كان 27. فيصل فادي
عويس اسفل السله، فادي عم بتضيع عليه كثير. قطع الكره والكره مع مهند، محاوله الستيل، في دفاع ثلاثي لكن تطلع المباراه الكره. الان تبديل دخول بشير ويغمور مكان مسلم وسكري. بشير شفناه تألق بالكوارتر الثاني بثلاثياته. كرة مع مهند، يا السلام على الباس، واند وان. فارق عم بنزل أكثر وأكثر. الآن 17 نقطة، ممكن يصير 16. لغي الرمية، نتيجة لمس الخط. فادي للبشير، لفادي قطع الكرة، في خطأ، هل هو متعمد؟ خطأ متعمد على فيصل، نتيجة إعاقة اللاعب وهو باتجاهه للسلة ولم يكن لاعب خلفه على الفاست بريك. عم بسجل الرمية الإضافية، الرمية الأولى والرمية الثانية، أيضا الحيازة مع فريق من 27 نقطة ل 15 نقطة، عودة رائعة لفريق الشامي. سبانخ لمهند، مهند في دبل تيم لكن بذكاء مهند عم بيقدر يخلص الكرة وخليها بحيازة الشابي العيون. كرة مع فادي عواد، يا سلام، وبسجل فادي عواد. 52-35، 17 نقطة. نينو لغنيم، قطع الكرة من عويس، عويس ليغمور، لعويس دخول ونقطتين. يعني بأقل من نص دقيقة برجع الفارق 19 نقطة بعد ما نزل ل 15. كرة مع القضاء لسبانخ، عماد دخول ونقطتين. رايا غنيم، فيصل للبشير، فيصل يغمور، عويس، فيصل دخول. أوه، صوت الضربة لعندي طلع. رميتين، تبديل خروج فيصل ودخول سكري. الرمي الثاني بالسلة، الآن دخول شامي مكان غنيم،
مهند متابعة لكن ريباوند فادي لفادي، فادي عواد لفادي أغمور، بعدين لعويس سكري تصويبة ثلاثية والقضاء ونقطتين. القضاء عم بتابع أداء الرائع من المباراة الماضية 55-39. يغمور ثلاثية عويس فاضي بجيب كرة يغمور ان اند اوت. يا سلام على الاستعراض ودخول ايزي باسكت للقضاء 58-41 17 نقطة 45 ثانية لنهاية الربع الثالث والكرة مع سكري لعند عويس بشير يغمور تصويبة ثلاثية عم بتضيع والريباوند عند مهند 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 القضاء عمر مهند نينو عم تصويبة والريباوند وبنتهي زمن الربع الثالث 58-41 الفارق 17 نقطة. والآن الربع الرابع والأخير بين فريقين شامل العيون وفريق مستشفى الأردن. النتيجة لغاية الآن هي تقدم فريق مستشفى الأردن 58-41. كرة بحيازة مستشفى الأردن وليس شامل العيون
كرة مع فيصل لفادي. فيصل متابعة من فيصل لفادي عواد واند وان. يعني فيصل يفضل التمرير على التسجيل وهي صفات صانع الألعاب الناجح، يؤمن بالعمل الجماعي. 60-41 19 نقطة ممكن يصيروا 20. لكن فيصل بخطف الكرة لسكري، رميتين ايش عم يحسبها ووكي. كرة مع سمانه لعند ساحلية، شامي ساحلية، تصويبة ثلاثية عم بتضيع، والريباوند عند القضاء ساحلية مرة ثانية. القضاء تصويبة ومتابعة من الشامي، لكن ريباوند لعند سكري، لمس الخط سكري مظبوط. ريباوند للشامي ونقطتين. 43-60 فيصل. تايم اوت بطلبه مستشفى الاردن. انتهى وقت مستقطع بين المدرب مستشفى الأردن. الآن الكرة بحيازة فيصل سور. ونجحت الخطة، نعم نجحت الخطة. 63-42 19 نقطة. عمر الشامي للقضاء تصويب الثلاثية ومسجل. فيصل دخول وريباوند لفادي، تصويبة ثلاثية عم بتضيع. كرة مع القضاء، القضاء دخول ونقطتين. المباراة صارت أسرع مع الكوارتر الرابع. 48-62 فيصل. لا
عواد عم بتضيع كرة مع القضاه لانينو وبلوك شوت من فادي عواد وباس طويل لسكري وبيسجل نقطتين. شامي للقضاه يا اخي لاعب على الفاست بريك ممتاز السكري بشماله عم بسجل نقطتين. كرة مع ساحلية يعني مباراة حلاوتها انها هجومية لكن فيش فيها دفاع انا شايف. القضاء كرة مع سكري وايضا بشماله عم بسجل نقطتين وتايم اوت. كرة مع القضاء لشامي. شامي ميد رينج خارج الملعب. فادي للبشير عواد يغمور مهند قضاء قطع الكرة بشكل رائع من القضاء اعطيها لساحلية ثلاثية لا عم بتضيع والريباوند عند مسلم لفادي. فادي ابو وزنين فادي دخول على السلم عم بسجل مسلم نقطتين. ايش ابو وزنين شامي عم بتضيع والكرة مهند عم بتضيع والكرة مع البشير وإيزي لياب عم بتضيع من البشير. دقضاء صارت حصة تدريبية مع بقاء دقيقتين. يغمور بسجل ثلاثية
عم بتضيع الكرة مع فادي لفادي. فادي ضد ثلاثة. مهند للقضاء عم بتضيع. لسه الكرة مع مهند. وثلاثية جديدة للقضاء. 72-51 فادي. ونقطتين جداد للقضاء. 53-72 يا غمور. 57 ثانية. عم بتضيع. التعب يبدو انه نال من الفريقين. للفير بلاي مبروك فريق مستشفى الأردن وهارد لك فريق شام العيون. مبروك وصولهم للمباراة النهائية بانتظار المباراة الأخرى وحسمها بين فريق بادجت والبوتاس. شكرا لكم لمتابعتنا ونلقاكم في مباريات أخرى.